متفق معاك. صافي غير خلي داك البيزنيس راه حالو ساهل صاحبي. فهمنا؟ صافي خليك معايا اركب في الطوموبيل. متفق معاك. متفق معاك. متفق معاك. متفق معاك. كما قلت لك ديك لا بيزنيس بغيتها تدوز في سرية تامة. صافي وي هضره وحده قلتها لك. خليك معايا بوليس قدامي. اها تفو التليفون طاح. اوف مرحبا لالا هاجر. اسمع اجيك سي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. ديك لاباس لالا اش من الموضوع بغيتي تهضري معايا؟ ما نكذبش عليك اسماء فهاد الكونفينمون هادي خسرت بزاف وانتي عارفه هادشي. ما غاديش تقدري تبقي معانا. ما تقوليش ليا ما غاديش نبقى خدامه عندك. ما كرهتش ليك والله حتى مقصحه بزاف حتى من المصاريف ضغطوا عليا. انت راك عارفه المعيشه راه صعبت بزاف. هادي اخر حاجه كنت كنتسنى. واخا اختي ما عندي ما ندير. عافاك ما تبكيش ما بغيتش نحس بالدم. اسمع هكا البركه هادي تبغاني بها بما لقيتش شي خدمه. ترك بنيتها زوونة وكتخدمي تبارك الله. واخا اختي يكون خير ان شاء الله. اسمع شفتك جيتي بكري اليوم مولفاش ليك. ودي اختي نايت ما عندي ما نقول لك. ياك لاباس شنو كاين؟ جرت عليا مولات المحل صدماتني. وعلاش؟ قالت لك لا لا كثروا عليها المصاريف والكونفينمون ومبقاش عندها باش تخلصني. شنو نديرو دابا؟ تابعنا الكرا والمصاريف. ما عرفتش كذب عليك الدنيا دارت بيا. ما تخافيش ربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان. على مولانا يا ربي لقى شي خدمه لها. احقا كنعرف واحد السيد كيدفعو فيه نقدروا عيطوا لك جرب حدك. شنو سميت هاد السيد؟ نجربو حدنا حنا ما خاسرين والو. اصلا مره كندخل نطل لا تبان شي خدمه. صيفطك في واتساب. واخا لا يخطك عليا انا ندخل نشوفو دابا. على الله نلقى شي خدمه يا ربي. اجي بلاتي شنو كاتبين هنايا؟
ولكن شنو النوع ديال هاد الرعاية؟ سلام بنتي، اش حاب الخاطر؟ وعليكم السلام. راني قريت واحد الاعلان في الانترنت بانكم كتقلبوا على شي مساعده. اياه بنتي، مرحبا، تفضلي تفضلي بنتي. شنو سميتك بنتي؟ سميتي اسماء. قولي لي، واش عمرك خدمتي مساعده شي معيه من قبل؟ الصراحه لا، عمرني خدمت لا مساعده لا مربيه، ولكن دغيا كنتعلم. ما قلتي عيب، واخا قولي لي، واش عندك خبره في الترويض؟ الصراحه لا. باش نبسط لك بنتي ونحطك في الصوره، السيد اللي تعاملي معاه عنده مشكل. اش من مشكل؟ عنده شلل نصفي ونفسيته مأزمة. فهمت، وانا المطلوب مني انني نقابل ونعطيه الرعاية التامة. برافو عليك يا بنتي، دابا فهمتيني، وكل شي غتلقاه عنده في الدفتر ديالو. واخ، مفهومة سيدي. هو بنتي كاين واحد الاشكال. واللي هو؟ صراحة الخاطر ديالو متقلب بزاف وعصبي، وعنده ازمة نفسية، وغتلقاه صعوبة في التعامل معاه. ماشي مشكل، وغنحاول نتعامل معاه غير بشوية. كنتمنى يا بنتي، حيت هاد الهضرة قالوها دوك اللي جاو قبل منك. واخا، ما نطولوش الهضره، يلا ندخلوا عنده. ولدي هشام، هادي اسماء مساعده جديده ديالك. معك اسماء. هشام صافي يا ولدي. معك هشام. مرحبا اسماء. مرحبا اسماء. وهذا السي جواد، الدكتور اللي غيشرح لك الحاله ديالو. ما يحتاجش الوالد، راني ما مشلولش في دماغي تال دابا. واخا، خليكم دابا. واخا، يلا معايا نشرح لك التوقيت ديال الدواء ديالو. واخا. هذا ملي كيفيق من الناس خصو ياكلو، وهذا 4 مرات في النهار، وهاد المسكينات خصو ياخذهم فيما تشوفيه تعصب. واقيلا خصني نقيد هادشي، محال نبقى عاقل على كلشي. ما تخافيش، كلشي مكتوب في هاد الكتاب، وتلقاين مرتي الا احتاجيتيني. واخا، شكرا دكتور. Thank you.
كتدوي معايا بحال هادي مده وانت كتعرفيني. اسمح لي غير انا هكا طبيعتي. صراحه صعيب يقنعني شي واحد بهضرته. عجبتني الفكره حيت ما كتصنعيش. واخا انا غنمشي للكوزينه الا احتاجيتي شي حاجه عيط ليا. واخا اسماء يمكن لك تمشي ترتاحي دابا، راه وصاني باش نديكم غدا للغابه. واخا حتى الغدا ان شاء الله. على السلامة. واش حامدي ليا كيداز نهارك؟ عرفتي انا عيد ونهار هو عرفتي تبارك الله عندهم واحد الدار كبيرة كلشي متوال وفي بلاصتو. ايوا زيدي كملي ليا. الدار من ناحية الاتات تبارك الله، وخا السيد مريض راكي عارفة ما كاين حتى شي خدمة بعد الثمن. ومالكي شكون فحالك؟ بريكول زوين وما فيهش تمارة. ولكن اختي الدري معقد وغادي يخرجها مني. انت انت يلا هما واحد معقد يعطيك الفلوس وتبقاي جالسه في الدار. عرفتي شنو اقترحت عليه؟ نمشيو للغابه باش يبدل الجو شويه. ما عندي ما يتسالك، راك درتي بلاصتك ينوي يضربها مشي تزويجه. قال لي غير الزواج، وراكي عارفه اختك فين ما مشات دايره بلاصتها. ايوا خليني نكمل عشايا، ما نتقادوش معاكم نتوما الناس ديال الخدمه والفيلا. ابركه من طنجه صاحبتي، وانت راكي عارفاني انا واقفه على الفلوس، وهاد الخدمه هي اللي غتنفسنا شي شويه. اي والله يسهل عليك يا لاله، سيري تكاي بين ما نوجد انا العشاء. قول لي يا هشام، شنو هي الرياضه اللي كتعجبك؟ السورف والميسكيلاسيون. هي شحال هادي كنتي كتريني؟ اه قبل ما ندير لاكسيده. كسيده؟ اه بسببها فقدت رجليا. اه بصح، ودابا ما كاينش الحل باش تعاود توقف على رجلك. للاسف لا. اسمح لي يا هشام حيت جبت معاك هذا الموضوع. لا ماشي مشكل، هذه هي الحقيقه وما كيعجبنيش نخبيها. في خبارك قليل بنادم فحالك اللي عنده فحال هاد الشجاعه. انا كنت سميت فيك الكذوب، ما كنتيش تكوني واقفه حدايا في هذه اللحظه، حيت بخلاصه هاد الحياه بسيطه وخاصنا نعيشوها بلا مجامله وبلا نفاق. او لا اه كاينه، وانا بدوري غادي نكون صريحه معك حيت اصلا ما كنعرفش نتصنع ولا ننافق. قولي لي اسماء، شنو الغرض ديالك من هاد الخدمه؟ الفلوس. شكرا على الصراحه ديالك. نكذب عليك؟ انا يلا قلتها لك ما كنعرفش ننافق، انا بصح خاصني الفلوس وهادشي علاش انا خدام. برافو عليك وخليك ديما في طبيعتك. اكيد السي هشام. شفتي شحال خايبة تفقد حياتك بسبب كسيدة وتبقى عايش وسط هاد الكرسي. نكذب عليك اختي، وليت كنبان ليا بحال شي حمق. وراك انت اصلا حمقة. واش غندير انا اصلا هاك، وراه هادشي علاش هما قبلوك. واش غنقول لك اختي، انا توكلت على الله وربي دار التيسير. وصافي صافي خليك على طبيعتك، غتعيشي بخير وغير تيقي فيا. ايوا داكشي اللي كاين، الله يخلينا في بعضنا. سي هشام ياك لاباس، غنجمع هادشي نجيب لك الدواء دابا. ما بغيت لا دواء لا والو، واش الدواء هو اللي غيرد لي رجليا؟ ها كتشفي فيا دابا ولا شنو؟ اشنو كتقول السي هشام؟ حشومه عليك.
لا لا غير قوليها ليا، هي هذيك معاق ياك، هي هذيك معاق. اه انت معاق وعندك الاعاقه هنا وعمرك ما غتحرك، لحقاش انت ضعيف كتسنى الشفقه من اي واحد باش تكون راضي على راسك. انا مستحيل نحترمك، لحقاش انا كنقدر الناس اللي كدير مجهود وكتقاوم الحياه اللي كلها عراقيل. الا جا كل واحد في اول طيحه ليه يدير بحال اللي درتي انت احسن ليه يموت. صافي خرجي بغيت الناس. واخ يا ريت نعاونو باش يوقف على رجليه، ولكن شنو يمكن ليا ندير؟ فكري اسماء فكري. بلاتي بلاتي بابا كان ديما مسط علينا راسنا ملي كنا صغار بواحد الكتاب ديال الاعشاب، علاش ما نجربوش؟ يا رب تصدق. داكشي كامل اللي مكتوب هنا درتو. يا ربي يا ربي تصدق، ولكن بلاتي مشي نصاوب التصويره هي الاولى. السي هشام لقيتيني قربت نكمل لك التصويره اللي تهرسات. اولا ما تقوليش لي السي هشام، ثانيا انا بغيتها مهرسه. واخ هشام هشام واقيلا ماشي هذا هو الوقت اللي غنقول ليه على هاد الوصفه هادي. بغيت غير نقول لك الا خصتك شي حاجه قولها ليا. من الأحسن خليتها لغدا ملي تكون عندو الكانة عاد نعطي ليه. أش كتبرقمي تما؟ شناهي هاد الحاجة؟ الصراحة ما عرفت واش هادشي غينفع، ولكن جربو ما يكون هالخير إن شاء الله. ما فهمتش شناهو هذا؟ هادي واحد الوصفة زيت كتصلح للناس اللي عندهم مشكل في الحركة. زيت؟ ومنين جبتيه؟ صراحة صوبته. صوبتيه؟ كيفاش صوبتيه؟ اه صوبته، بابا ديما كان كينصحنا بواحد الكتاب ومشيت قلبت فيه ولقيت الوصفة. اياه ما يتسالكش صدمتيني، زعما حتى للدرجة وليت مهم عندك. واخا تسمح لي. اياه يمكن لك تجاوبي. الو ناهد شنو بغيتي؟ الو اسماء فينك صاحبتي؟ راك تعطلتي ناري. والله ما رديت البال. صافي صافي انا جايه دابا. ايوا يلا صاحبتي ما تعطليش. واخا يلا قطعي. غير سمح لي غير صاحبتي هادي. ماشي مشكل، عرفتي تعطلت خصني نمشي. بصح انا نعيط للشيفور يوصلك، وسمحي لي شديتك معايا. لا ما تقولش هكا سي هشام، هذا واجب.
انتي اسماء، بلا ما نوصيك على ولدي هشام، راه عندي واحد الخدمه خارج البلاد، ولا خصك شي حاجه راه الفلوس كاينين في الكونت. واخا با المختار، كون هاني. انا تايق فيك يا بنتي، وعارف غديري اكثر من المجهود ديالك. واش غنقول لك؟ الله يرضي عليك يا بنيتي. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. والله يعاونك يا بنتي، والله يرضي عليك. الله يرضي عليك. هشام بداو التجربه؟ ما عرفتش، ولكن ما خاسرين والو، نديرو التجربه. علاش كتضحكي؟ لا لا والو، غير واحد لقيتها بنتي ليا كتحلم وكتضحك غير بوحدك. اه بصح، عرفتي عشت واحد الحلمه ولكن مستحيل تحقق بالنسبه لي. ما كاينش شي حاجه سميتها مستحيل. قول لي شنو حلمتي؟ خير وسلام. كنت كن شويه دابا شويه شويه واخا تقدي لي المخده. سمحي لي بزاف وليت محنك معايا واخا تلقى وقتك. لا لا ما تقولش هكا، ما حدي معاك ما تهزلهم حتى شي حاجه. اللي تقالت عليك خففت عليه. اه بصح، وهذا هو الامر اللي خلاني ندخل في هذه الحاله. كيفاش؟ ما فهمتش. انصارحك ولكن ماشي. اه واخا صافي على خاطرك. اسماء بغيت نهضر معاك. ايه واخا سي هشام. هاد 3 شهور اللي دوزت معاك كانت احسن ايام في حياتي، حيت عرفت واحد البنت اللي قلبها بيض وصريحه. المهم غادي ندق لي براد الرحمه. كيف
كيفاش؟ واش هذاك اللي بالك كتقتل؟ اه حيت ما بقيتش قادر نعيش في هذا الكرسي اللي عانيت فيه، وراني سنيت كونطرا، ما بقاش عندي علاش نتراجع. هشام ما تقولش لي هاد الهضره، انا معاك بزاف ديك الايام اللي كنتي فيهم بوحدك، حيت حالتك ولات كتحسن، واكيد هذيك الوصفه غادي تعطي المفعول. اسمع اسمعي لي، انا ما عمرني غنسى داكشي اللي دوزتي معايا والاهتمام اللي عطيتيني، مهما درت مستحيل نرد لك هذا الجميل، والاشهر اللي دوزتي معايا كانت احسن ايام في حياتي، ولكن انا قررت وهاد القرار ما غاديش نبدلو، ما نقدش نعيشك مع واحد لا حول ولا قوه ليه، فقد جدت فوق كرسي ونكون عبء عليك في حياتك. هشام صافي اسكت بركه، ما بقيتش قد نسمع هذا الشيء. اسمع اسمحي لي بزاف، ولكن هذه هي النهاية. هشام ما تكونش اناني في قراراتك، وإلا كنت كنسوى عندك شي حاجة حيد عليك هاد الأفكار، وأنا كنوعدك غادي نبقى ديما بجنبك، وعمرك ما غتكون عيب عليا، عافاك هشام. اسمع حاجة وحدة اللي غادي نقول، اسمحي لي بزاف. رجلي يا اسماء كنحس بهم بصح. واخا واخا انا غنعاونك. واش بصح واش بصح حسيتي برجليك؟ اه والله حتى كنحس بهم، ما يمكنش، واش انا كنحلم؟ يا ربي يكون هادشي صحيح. واش تقدر تحاول؟ اه يلا عاونيني. غير بشويه هشام انا معاك. واخا هشام هشام ما يمكنش. اسمع انا وقفت، اسمع انا وقفت. اسمع بسببك رجعت لي حياتي، واللحظه اللي كان الفراق يخيم على حياتي جيتي انت وعتقتيني. ما تقولش هكا يا هشام، حيت كلشي بالمكاتب وانا كنت غير سبب،
ولكن المكتب ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي بغاك ترجع تمشى من جديد. الصراحه ما عنديش شي كلمه باش نشكرك واخا تغمض عينك.